والمحامي يمحص، لا يمكن أن يقبل الحديث على علاته، ولا يمكن أن يسلم بالأوراق من أول قراءة ولا من أول دلالة. هو تمحيص ما يقدم إليها من أدلة، سواء كانت الدعوة مدني ولا جنائي. فما بال حضراتكم لما تبقى الدعوة متعلقة بمستقبل المحاماة. هي إحنا في كل مرحلة انتخابية يثور الجدل وبشكل انفعالي بطرح قضايا بديهية كأنها تسمع لأول مرة، بالرغم من أننا في 2015. يعني ما ينفعش حد نترشح في انتخابات 20 يتناقش في ملاحظات 2015، لأنه في 2015 تم تدقيق الأمور وتم الرد وتم الفحص ووضعت الأمور في نصابها ووضحنا الحقيقة. الأستاذ اللي بوزع ورق أرجوك، هي ومجلس النقابة الحالي نقيبا وأعضاء بيحاسبوا على ما أنجزوه، ويتحول الإنجاز إلى مذمة والجهد إلى إهمال، حتى إن إحنا بنفاجأ بحديث أنا ما أعرفش، ما مقدرش أسميه حديث محامين، لأنه زي ما قلت لحضراتكم حديث المحامين هو حديث الدقة. يعني لما يجي واحد يقول ايه ان قانون المحاماه اتغير، اللي قدمه مجلس النقابه اول مره رجع وغيره تاني مره فطلع مشروع تالت مره، نسي اللي بيقول هذا الكلام الساذج انه قال انه قانون المحاماه ده ما حدش شافه قبل كده. يعني النهارده بنتكلم على قانون المحاماة مرتين، مرة أولى ومرة تانية، وبننتخب على أن احنا عدينا المرة الأولى بالمرة التانية. ده يؤكد وينفي كل الذين صرخوا بعدم معرفتهم بقانون المحاماة واللي قالوا القانون يعني صدر بليل ما شفناهوش ما تحاورناش، نسيوا اللي حصل في بورسعيد واللي حصل في الغردقة واللي حصل في كل المؤتمرات التي دست بالدراسة مشروع قانون المحاماة الذي خرج للنور في أغسطس الماضي. والغريبة إنه يتقال لنا إن إحنا بدلنا القانون، هم مين إحنا اللي بدلنا القانون؟ مجلس نقابة المحامين مسؤول عن القانون، وهذه المسؤولية مش هتسقط بالتقادم. المحامي ده اللي عاصم المحاماة ولا بينقص من قدرها؟ أنا بقول لحضراتكم بالأكاديمية دي هيكون الانضمام لنقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاء، أعز من الانضمام للقضاء والنيابة. عضو النيابة أو المعاون النيابة بيتعين بتقديره، يخش اختبار ويطلع. الأكاديمية هتبقى أعلى. واللي هيدخل المحاماة لازم يبقى قدر المحاماة ومسؤوليته. لما وضعنا كل هذه الضوابط، كل هذه العناصر والمكونات داخل قانون المحاماة، يبقى احنا قدمنا للمحاماة شيء جديد ولا رجعنا لورا؟ نزلنا ولا نقصنا ولا رجعنا ورا؟ احنا عززنا المحاماة بما وضعناه من قانون. ده كلام استمرار لحديث الدستور اللي ايضا كان لنقابة المحامين ولنقابها، مش شمعة عاشور نقابها. لما نقول في المادة 51 إن إحنا شملنا المحامي أثناء أداء عمله برعاية خاصة، وقلنا إنه لا يجوز في غير حالات التلبس عندما يوجه للمحامي أثناء أداء واجبه اتهام من الخصوم إنه يحتجز
او يحبس. مش دي حمايه؟ وقلنا انه علشان الضمانه تكمل يحرر محضر يعرض على المحامي العام الاول للاستئناف المعني المختص مكانيا اللي هم 8 على مستوى الجمهوريه علشان ينجو المحامي من سطوه القسم شرطه او مدير النيابه او رئيس النيابه او حتى المحامي العام المختص. بقى المسؤوليه هنا عشان احاسب المحامي حاسبه لما الامر يروح للمحامي العام الاول للاستئناف. دي حمايه ولا مش حمايه؟ حمايه. ما ينفعش حد يجادل يقول اصلي ما حطيناش حاجه. لما نتكلم في مدونه السلوك ولازم نضع مدونه السلوك علشان نضبط ايقاع واداب المحاماه ونحافظ على القيم والتقاليد وادب المحاماه وعلوم المحاماه، بنقدم دليل على حسن نيه المحاماه والمحامين للمجتمع.